ينضم معنا عبر السكايب استشاري واستاذ امراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر. حياك الله دكتور، صباح الخيرات. صباح الرضا دكتور، اهلا وسهلا. اسعد الله صباحكم في هذا الصباح الجميل، وانتم والاخوة والاخوات المشاهدين والمشاهدات. يسعد صباحك يا دكتور. دكتور، نبغى نطمن على حالة قلوب الشباب، انه ما هي السكتة؟ ما الفرق بينها وبين الجلطة؟ لماذا يعني نقرأ العديد من الحوادث للسكتة القلبية بين الشباب سن 40 تقريبا؟ نعم، أشكركم أول شيء على الاهتمام برفع الوعي الصحي. حقيقة هذه مرحلة مرة مهمة في رفع الوعي الصحي. السكتة الجلطة هي عبارة عن انسداد للشريان، لا أكثر ولا أقل. إذا انسد الشريان لم يعطي الدم للأنسجة التي يغذيها فتسمى جلطة. الأنسجة هذه تموت بسبب انسداد الشريان، والجلطة من مضاعفاتها السكتة. السكتة هي توقف القلب نهائيا على العمل. طبعا الجلطة احتمالية الوفيات فيها 10% حتى لو ذهب للمستشفى. السكتة احتمالية الوفيات 95%، نسبة عالية جدا. ولذلك الوعي الصحي مهم جدا أول شيء في الوقاية. أنت قلتي كلام مرة كويس في البداية، قلتي أن في تزايد في حدوث الجلطات في فئة الشباب وتحت 40 سنة، وما هو الأسباب لذلك؟ الأسباب هي الأسباب اللي تسبب الجلطات عموما، اللي هي ارتفاع الكوليسترول وعدم الوعي به وعدم الفحص له. الشيء الثاني انتشار التدخين بين الشباب بأنواعه المختلفة، سواء التدخين العادي أو الشيشة أو المعسل أو التدخين الإلكتروني أو طالعة حتى أشياء جديدة من التدخين الإلكتروني، أنواع جديدة، لكن كلها في النهاية تدخين وكلها تؤدي إلى الجلطات. الشيء الثالث والمهم هو التوتر والضغط النفسي. الضغوطات النفسية ممكن تزود الجلطات، سواء التوتر الاجتماعي أو التوتر الوظيفي. وأضف على ذلك الضغط والكوليسترول، وشيء مهم جدا وهو عدم ممارسة الرياضة. عدم ممارسة الرياضة وإدمان الوجبات الجنك فود، اللي هي وجبات المطاعم، من أسباب الوجبات السريعة، من أسباب حدوث جلطات القلب. فهذه هي دكتور أسباب. عند النقطة الأخيرة، يعني خصوصا بالنسبة للرياضيين، وأنت تحدثت عن أنه السلوكيات قد تؤدي إلى وجود طبعا الجلطات أو حتى السكتات القلبية تكون بناء على سلوكيات. اليوم قاعدين نشوف رياضيين يتعرضون لأزمات قلبية، يمكن آخرة في بطولة اليورو أريكسون لاعب الدنمارك شفنا الحالة طبعا بكل تأكيد، وأيضا في حالات سابقة للعديد من الرياضيين. طيب إيش التفسير أيضا إذا كان الأمر مرتبط بسلوكية، لماذا أيضا نشاهد رياضيين يتعرضون لأزمات قلبية؟ نعم الحقيقة، بس هذا هي نسبة وتناسب. النسبة أقل بكثير في الرياضيين، يعني الرياضيين نسبة احتمالية حدوث الجلطات فيهم 1 من كل 100,000، يعني نسبة قليلة جدا. ولكن طيب ليش نسمع عنهم؟ لأن الإعلام مسلط عليهم بشيء كبير جدا. السكتات القلبية هي اللي تشوفها، طبعا أغلب السكتات القلبية تحدث في كبار السن، ما هو تحدث في الشباب. يعني واحد تلقاه يصلي في المسجد وما قام من صلاته، واحد راح يشغل سيارته ومات في السيارة، واحد كان ينتظر الأكل ويقول لا وجالس ينتظر الأكل في بيت أهله وقال سووا لي غدا ولا ساندويتش ولقوه رجع لقوه ميت. هذه اسمها السكتات القلبية، وهذه منتشرة كثير جدا. واحد نام ما قام من نومه، لكن بالذات في كبار السن، لكن تحدث في الشباب اللي عندهم عوامل خطورة. وتحدث أيضا في الرياضيين ولكن بنسبة قليلة جدا جدا، لكن الرياضيين يسلط عليهم الإعلام بشكل كبير مرة. ولذلك الناس يتذكرونهم. يعني لو تعدهم مثلا من تونس كان الهادي بن رخيصة، من مصر كان محمد عبد الوهاب، من عندنا كان في الحالة هذه الأخيرة اللي طلعت، فيعني أعداد قليلة ولكن يسلط عليها الإعلام بشكل كبير. طيب دكتور، ما بين السكتة وما بين الجلطة هناك أعراض لكل يعني عرض فيهم، أو لكل سواء للسكتة أو للجلطة، كيف الواحد يعرف هو بيتعرض عنده أعراض؟ هل هو جسمه قابل أنه يتعرض والعياذ بالله لسكتة أو لجلطة؟ أولا حمان الله وإياكم، اللهم أمين يا رب. إن شاء الله. طبعا الجلطة
تحدث يعني غالبا يكون لها اعراض، يكون في الم في الصدر بين الثديين، ويكون الم شديد جدا، ويحصل معه تعرق، ويحصل معه غثيان، والالم بعض الاحيان ينتقل الى الرقبه، وقد ينتقل الى الذراع الايسر او الذراع الايمن. كذلك يصير معها ضيقه في التنفس، قد يحدث معها خفقان، واخيرا قد يحدث معها اغماء. اما السكته فعادة تحدث بدون مقدمات، ولذلك الوعي الصحي مرة مهم. بعض الناس يقول طيب حتى يا أخي لو جتني جلطة أنا أقدر أروح المستشفى. إيه بس أنت ما تضمن أنك تروح المستشفى، يعني ممكن تكون سكتة، ولذلك الوقاية شيء مهم جدا من هذه الأمراض. قيس كوليسترولك، قيس ضغطك، قيس سكرك، خلي عندك كشف سنوي، ابتعد عن التدخين، مارس الرياضة، ابتعد عن الجنك فود، عيش حياة خالية من التوترات والسترس. بهذا تقلل احتمالية حدوث الجلطة بنسبة عالية جدا، وهي 90%. وإذا قللت الجلطة بنسبة 90% فأنت تقلل السكتات بنسبة 90%. نعم. وهذا هو المقصد من رفع الوعي الصحي فيها. يعني رقم كبير يثبت فعالية فعلا تحسين السلوك وقاية لأن لا تحصل يعني بإذن الله للجميع، الله يحمي الجميع. طيب دكتور، هل هناك يعني بعض الإجراءات، لأن أمس بالمصادفة قاعد أقرأ بعض الإجراءات اللي ممكن تسويها في حال تعرضك الجلطات أو حتى سكتات، إذا في حال شعور بالألم في الصدر، انتقال إلى الطرف الأيسر، والحديث أنه عنصر الوقت هام جدا في هذا الاتجاه. أتكلم عن إجراءات مثل أنك والله تكحب قوة، تأخذ أيضا الأكسجين بشكل أكبر. ما بدا صحة هذه المعلومات؟ كيف أتعامل إذا كنت الحالي بدأت أحس أي عارض يتعلق بأزمات قلبية؟ اوكي، نحن عندنا، وهذا سؤال مره مهم، نحن عندنا كيف اقدر اتصرف في حدوث الجلطه، وكيف اقدر اتصرف اذا كان شفت واحد توقف قلبه جات السكته. نعم. بالنسبه للجلطه، اذا شعر انسان بالم شديد في صدره، الكحه واخذ النفس العميق هذا يزيد الامر سوءا، يزيد الجهد على القلب، فلا انصح به نهائيا. وبالعكس حتى الجمعية الأمريكية للقلب نصحت أن الواحد ما يعمل، سواء لأنه يزيد العبء على القلب ويزيد استهلاك الأكسجين فيه. لكن أنت تقدر أول شيء تريح، اثنين تأخذ لك حبة أسبرين، ثلاثة تتصل على الإسعاف ليأخذوك، لأن عامل الوقت مرة مهم. خمسة تستلقي إذا كان حولك شيء محل تستلقي فيه. ستة تستدعي شخص يكون جنبك، خصوصا شخص يعرف الإسعافات الأولية. غير كذا ما تقدر تسوي شيء أنت كشخص لو أصابتك الجلطة. بس أهم واحد من هؤلاء الأسبرين واستدعاء الإسعاف، لأن يفرق معك كثير. أما بالنسبة للناس اللي تجيهم السكتة، السكتة طبعا هو ما يقدر يسوي شيء لأنه أغمي عليه، لكن اللي حوله يجب أن يكون واحد يعرف الإسعافات الأولية، بمعنى الإسعافات الأولية اللي هو الإنعاش القلبي الرئوي، أنه يأخذ المريض ويتأكد أنه أغمي عليه، ويبدأ الإنعاش القلبي بالضغط على صدره وإعطاء الأكسجين حتى تصل الإسعاف. طبعا هو يجهز المريض على بال ما تجي الإسعاف، لكن لابد أول شيء يتصل على الإسعاف وبعدين يبدأ الإنعاش القلبي الرئوي. ما ينفع تعطي لأنه مغمى تعطيه أسبرين لأن هذه ضرة، ما ينفع تعطيه عسل، ما ينفع تعطيه أشياء أخرى لأنه مغمى عليه ما عنده وعي. ولذلك تجد الانتشار الأجهزة الكهربائية الصاعقة هذه اللي ترد النبض، تلقاها الآن انتشرت في المواقف حقة المستشفيات، في المطارات، في الأسواق، في المولات، تلقى جهاز كذا صاعق كهربائي. طيب هذا جهاز دكتور القلب الرئوي، تكلمت خلال حديثك عن الوقاية، الآن إيش الخطوات اللي المفروض الواحد أو أسلوب الحياة اللي المفروض يكون الواحد فيها غير الرياضة وما إلى ذلك؟ وإيش الأعراض اللي مثلا ارتفاع الكوليسترول، ما حد او الكثير يحاول او يتعامل مع الكوليسترول على انه شيء عادي، لكن هو في النهايه ممكن يكون سبب رئيسي في الجلطه او السكته. ايش الاشياء اللي المفروض الواحد ينتبه اذا كانت موجوده في اسلوب حياته، في جسمه، في اعراض، يكون مركز في موضوع السكته والجلطه؟ سؤال مره مهم. اول شيء نمط الحياه الصحي له دور كبير في الوقاية من الجلطات. كبير ما هو يعني 50% 60%، لا لا 90%، نسبة عالية جدا في الوقاية من الجلطات.
ولذلك تجد ان دائما الاكسكيوتيفز الناس الكبار اللي عندهم مناصب كبيره جدا هم يهتمون جدا بصحتهم، وعندهم مدربين رياضيين وعندهم اطباء وعندهم متابعات دوريه، لان الاهتمام بالصحه يدفع ثمنها مستقبلا. فاحنا انا كيف اهتم بصحتي؟ انا اهتم بصحتي، انت من اول من 25 سنه لازم تقيس الكوليسترول، لازم تقيس الضغط، لازم تقيس السكر، لازم تتابعها كل سنه مع طبيبك في المستوصف اللي في الحي عندك. الحمد لله يعني الدوله ما قصرت، المستوصفات موجوده في الاحياء والخدمه مجانا، تقدر تروح انت المستوصف حتى ما يحتاج حجز موعد ولا شيء، تجي وتقابل الطبيب وتقيس كوليسترولك وسكرك وضغطك، وتقدر تناقش مع الطبيب كم احتاج من الرياضه يوميا. عاده نحن ننصح ب 30 دقيقه يوميا، تبتعد عن التدخين، في جمعيات لمكافحه التدخين تعطيك الادويه مجانا، يعني كل السبل موجودة أمامك بس تحتاج. طيب ماذا دكتور دكتور يعني على عجالة وأخيرا الوقت داهمنا، ماذا عن الذين لديهم سجل وراثي بأمراض القلب؟ يعني الحديث أنه هل هم في حالة حساسة أكثر للعناية بصحتهم القلبية؟ على عجالة دكتور. الوراثة لها دور حوالي 10% في الإصابة بجلطات القلب، فما يجي واحد يقول لي يا أخي أنا ما أقدر أسوي شيء أصلا لأن عائلتي كلها مصابة بالجلطات، لا ما هو تأثير كبير 10%، لكن تستطيع أخذ الوقاية منه، تستطيع إجراء الفحوصات الدورية، تقدر تشيك السكر، تشيك الكوليسترول، تشيك الضغط، تبتعد عن التوتر، تمارس الرياضة، فهذه هي الأسباب. جميل، يعطيك العافية استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين دكتور خالد نمر، يعطيك ألف عافية دكتور خالد. شكرا على هذه المعلومات دكتور. حياكم الله يا أهلا.